سلام، عيدكم مبارك سعيد، ادخل عليكم بالصحة وبالهنا وبراحة البال إن شاء الله. ما عرفتش إيش قلت راحة البال، ولكن راحة البال لواحد الحاجة اللي هي مهمة. المهم الفيديو ديال اليوم غيكون مختلف على الفيديوهات اللي شفتو قبل، ياك أحمد؟ غنصور لكم فلوغ انا واحمد اللي غتشوفوا فيه كيفاش غندوزوا النهار ديالنا ديال العيد، وداكشي غيكون تلقائي، يعني ما كتبع لا حوار لا حتى شي حاجه، غنتصرفوا بالطبيعه ديالنا. وصافي ماما خليهم حتى يشوفوا الفيديو. عندك الصح، ما نحرق لكمش الفيديو، نخليكم حتى تشوفوا نتوما. وقبل ما تكملوا الفيديو ما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتفعلوا الجرس، واذا بغيتوا تشوفوا ستوريات ديالي ها هو الحساب ديالي في انستغرام، مرحبا بكم عندي. واخا هاك التليفون، قالك خصو يبارك لكم العيد. احمد مصواب هاك. يلا غنتعطلوا على صلاه العيد، يلا زيد. واخا بالحق انا غنمشي نصلي مع بابا، ما غنمشيش معاك. يلا حنا غنمشيو دابا نصليو صلاه العيد. صلاه العيد مهمه، يلا من بعد نتلاقاو بسلامه. ودابا مشى باش نصلي صلاه العيد، مشينا غير للجامع اللي قريب للحومة. بعد خروجنا من الجامع انا صراحه اذا ما صليتش صلاه العيد ما كنحسش بالعيد، وما يمكنش ما نمشيش نزور القبر ديال الاب ديالي. صراحه في الاعياد كنزيد نحس بالفرق ديالو، فالله يرحمه ويغفر له ويجعلهم اهل الجنه. الله يرحمك يا بابا. وانا راجعه من المقبره وانا جبر هادو، صراحه فرحوني بزاف، نشطت معاهم. عملتينا هنايا عمرتينا الدنيا بالتخاطر. الله اكبر، اش كاين؟ ها ودابا شويه غندبحو. احمد غير سمع الحس ديال الذبيحه او وي هرب، يلا نقلبوا عليه مجموعين، يلا شو نشوفوه. احمد احمد كسمع فلانس، شوف شنو جبرت هنايا فلانس د احمد. اش كتعمل هنايا؟ اش كامل فلوس هنايا؟ شوف اش كامل لي هاد الزبيب هادي اللي عندي زين له شي حاجه. نمشي نحطو مطعو ونجي نقلبو على احمد. يلا ها هو حصلته مخبى هنايا. احمد نعم اش عندك مخبى؟ يلا تحضر على الذبيحه. احمد كيخاف من الذبيحه ولكن غنخليه يهود. يلا هنون. ما خاصنيش كنخاف. علاش كتخاف؟ الرجال ما كيخافوشي، اولا نتينا بنيته. ها انا راجل، قالك بنيته راجل. ايوا الرجال ما كيخافوشي، وزيد اذا حضرتي على الذبيحه غتاخذ الاجر من عند الله سبحانه وتعالى. يلا هنود شوفوا اش غيعمل. يلا زيد باش نمشيو. ودابا غنمشيو باش نذبحو ان شاء الله. حنا عاده كندبحو في السطح، ولكن اليوم واحد الحراره ماشي عاديه، فقررنا غنذبحو غير في السفلي في حدا الكولوار، وغنذبحو مع عندنا جدي وعندنا الحولي. اليوم غنقرروا بانهم غيذبحو غير جدي، وحتى الغدا ان شاء الله عاد غنذبحو الحولي. ويلا ماما داهيه. يلا زيد نمشيو. انا دابا هوت باش نشوف الحولي كيتذبح، ولكن فيا الخوف هاو نشوف هاو. إلا كنخاف. أجي ما تخافش،
اجي هما مشاو يجيبو اجي ها فين هو هو جا اجي صوره نسيت ما قلتي لاحمد يزول عليه حوايج العيد راه كان في الصوم. احمد اجي بدل عليك اجي. لا ما تخليني اليوم ما نستخش. قلت لك اجي. شي واحد كياكل بزاف كيقولوا واش عندك فيك السنته يا هذه السنته بصوره طعمها بحال السنته نيت هذه تقدر تكون زاد بنادم ياك Thank you.
بصحة بصحتكم وراحتكم الكبدة ديالكم بسلام.